السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار، وحاولوا أنكم تقوموا بمشاركة الفيديوهات هذه مع أصدقائكم لأنه قربنا نوصلوا 10,000 مشترك إن شاء الله. وكلمة شكر وتحية لكل شخص موجود في القناة متاعنا ولكل شخص كان يتابع فينا ويشجع فينا منذ البداية. نبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا اليوم. الفيديو متاع اليوم اللي باش نحكيه فيها على موضوع شيق جدا وموضوع ربما يشغل العديد من الأشخاص اللي يحبوا يبدأوا يشتغلوا على الانترنت واللي قاعدين يكتشفوا ربما في الطرق اللي تنجم تربح بها أو تربح من خلالها من على الانترنت. وباش نحكيه اليوم بالتحديد على الدروب شيبينج. باش نحكي لكم شنو هو الدروب شيبينج، كيفاش تنجم تشتغل في الدروب شيبينج، وشنية مختلف الطرق اللي تنجم تستعملها للربح من الدروب شيبينج. اول حاجة خليني نفسر لكم شنو هو الدروب شيبينج. الدروب شيبينج بكل بساطة هو نوع من انواع التجارة. شنو معناها الكلام هذا؟ معناها انك باش تقوم بشراء سلعة وباش تقوم بإعادة بيع هذه السلعة مرة اخرى، لكن لهنا فما طرق مختلفة. وأكثر طريقة معتمدة في الدروب شيبينج وهي الطريقة اللي بدأت في الدول الأجنبية هي أنك تقوم بشراء سلعة وإعادة بيعها من دون ما تقوم أنت بلمس البضاعة أو السلعة هذه أصلا. كيفاش تتم العملية؟ من خلال أنك تقوم بعرض سلعة، مثلا تقوم بعرض الكرة هذه، وكيف يشوف شخص الكرة هذه وتعجبه ويحب يقوم بشرائها، فإنه باش يقوم بطلب الكرة هذه من عندك، وأنت في الوقت هذاك باش تقوم بشراء الكرة من عند المزود وتقول المزود يقوم بشحنها مباشرة للعميل أو للزبون أو للحريف أو الشخص كيفاش تحب أنت تسميه. يعني لهنا أنت باش تكون مجرد وسيط في المنتصف باش تقوم بشراء السلعة هذه وباش تقوم بإرسالها للشخص اللي يحب ياخذ السلعة هذه، اللي يحب ياخذ الكرة هذه، أو يحب ياخذ معناها أي نوع من أنواع السلع اللي تتخيلهم. لكن مع الطريقة هذه فما طرق أخرى. من الطرق الأخرى فما خصوصا في الدول النامية، نحكي لنا على البلدان اللي ما فيهاش إمكانيات كبيرة برشا كما أغلب الدول العربية، فأنه بعض الأشخاص يقوموا بشراء السلع من الصين من موقع علي بابا وعلي إكسبريس معناها بدرجة أولى، وبعد ما ياخذوا السلع هذوما فإنهم ياخذوا كميات صغيرة، ما ياخذوش كميات كبيرة، يقوموا بتخزينها عندهم ويقوموا بإعادة بيعها مرة أخرى. لأنه كما نعرفوا كلنا فإنه الأسعار متاع مختلف البضائع في دولة الصين منخفضة جدا بباقي الدول في العالم. هذاك علاش فإنه مثلا ياخذوا الكرة هذه مقابل نصف دولار ويقوموا بإعادة بيعها مرة أخرى مقابل 5 6 أو حتى 10 دولارات، وأحيانا حتى بمبالغ أكبر وبمبالغ أكثر. لهنا شنية الطرق اللي نجمو نستعملوها باش نجمو نشتغلوا في الدروب شيبينج؟ فما الطريقة الرئيسية والأساسية وهي من خلال إنشاء موقع على منصة شوبيفاي. منصة شوبيفاي هي منصة مجعولة بالأساس للدروب شيبينج. طبعا نحط لكم الرابط متاعها في أسفل الفيديو باش نجمو تدخلوا لها وتنجمو تشوفوا أكثر يمكن تفاصيل موجودة فيها. منصة شوبيفاي هي منصة توفر لك مكان باش تقوم فيه بإنشاء متجر إلكتروني، وفي المتجر الإلكتروني متاعك هذا باش تقوم بتنزيل الصور متاع المنتوجات أو البضائع اللي أنت تحب تقوم ببيعها في المتجر متاعك. بالطبيعة بالنسبة للمتاجر للأشخاص اللي يشتغلوا في الدروب شيبينج فإنه ديما من الأفضل أو من الأحسن أنك تختار نيتش معين، يعني تختار سوق معين. يعني إذا كانك تحب تقوم ببيع الكرة هذه اللي هي كرة تنس مثلا، تنجم تقوم بإنشاء متجر تبيع فيه مستحضرات المنتوجات اللي تم استعمالها في رياضة التنس، مثلا مضارب التنس وكرات التنس، ربما التيشيرتات، زادة ربما الجوارب، ربما بعض الأكسسوارات متاع التنس متاع رياضة التنس. وإذا كانت تحب تعتبرها كلعبة مثلا للحيوانات الأليفة، كلعبة للكلاب مثلا، فإنه تنجم تقوم بإنشاء متجر تبيع فيه الألعاب اللي نجموا يستعملوها الأشخاص للحيوانات متاعهم في المنزل. هذايا بدرجة أولى
لانه شوبيفاي كما قلنا معناها منصه مخصصه للشيء هذا، عندك اشتراك شهري تقوم بدفعه، اشتراك هذا تقريبا حسب ما نتذكر في المبلغ اقل حاجه تقريبا 30 دولار ويوصل حتى المبالغ اعلى من هكاك برشا، وفي المقابل فانه المتجر متاعك يكون متاح للجميع وينجموا ياخذوا منه البضاعه هذه. وقت اللي يقوم شخص بشراء اي سلعه من عندك فانه يجيك اشعار انه قمت ببيع مثلا الكرة هذه، باش انت تنجم تقوم بالتحدث مع البائع في الصين وتعطيه العنوان متاع الشخص اللي باش يقوم بإرسال الكرة هذه لي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي من خلال انك تقوم بإنشاء موقع وحدك. كيفاش؟ يعني مثلا تقوم بإنشاء موقع على معناها ووردبريس، موقع ووردبريس تقوم بشراء استضافة عادية أو تاخذ استضافة مجانية، تقوم بشراء اسم نطاق وتقوم بفتح موقع متجر إلكتروني على ووردبريس مثلا أو غيره، معناها من أنواع المواقع الأخرى اللي تنجم تقوم بفتحها، وتفتح المتجر متاعك وتبدأ تشتغل على نفسك، لكن عندك أقل يمكن معناها من التولز او من الاليات اللي تنجم تستعملهم اقل شويه من شوبيفاي، يلزمك اكثر شويه عمل من اللي باش تستغله ولا اللي باش تقوم به في شوبيفاي، لكن كيف كيف ينجم يكون حل من الحلول بالنسبه لاي شخص يحب يخطو الخطوات نتاعو الاولى في مجال الدروب شيبينغ اللي كنا نحكيو عليه. يعني عطينا زوز حلول، الاول هو شوبيفاي، وشوبيفاي من المشاكل الاخرى الموجوده فيه خصوصا الدول العربيه هو طرق الدفع، يعني كيفاش تنجم انت تقبل الفلوس اللي باش يبعثها لك الشخص اللي باش يشري من عندك البضاعه نتاعك، فانه لهنا عندنا العديد من المشاكل لانهم هما يتعاملوا مع سترايب، وسترايب ماهيش موجوده تقريبا في اغلب الدول العربيه، حتى اذا كان موجوده تنجم تكون موجوده في الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه او بعض بلدان الخليج. بالنسبه لباقي الدول فانه سترايب ماهيش موجوده فيها الى حد الان بطبيعة الى حد تسجيل الفيديو، لانه اكيد في المستقبل باش تكون موجوده في دول وفي بلدان اكثر. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية فما خدمة أخرى هي خدمة سترايب أطلس، لكن الإجراءات متاعها برشا وتنجم معناها ما تتوفقش فيها، خصوصا أنه أغلب الشباب كما قلنا ما عندهمش فكرة كبيرة على المجال هذا. بالنسبة اللي عنده فكرة كبيرة ينجم يكون حل بالنسبة لي. الحل الثاني متاع الوورد بريس تنجم تقوم معناها بقبض الأموال متاعك عن طريق تحويلات بنكية مباشرة، أو تنجم كذلك تستعمل سترايب إذا كانك موجود في دولة أجنبية، أو تستعمل أي وسيلة من وسائل الدفع اللي أنت تختارها في المتجر متاعك. عندك الحرية الكاملة في اختيار وسيلة الدفع اللي أنت تحبذها أو تحبها تكون موجودة في المتجر متاعك. أما الطريقة الثالثة هي الطريقة التقليدية نوعا ما، وهي البيع مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولهنا عندك كالعادة زوز خيارات. الخيار الأول بالنسبة للأشخاص الموجودين ولا اللي يعيشوا خارج البلدان العربية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية، فإنك نجم تقوم باستخلاص الأموال متاعك مباشرة من فيسبوك أو من انستغرام. الأوبشن هذه موجودة، لكن في الدول العربية ما هيش موجودة. في الدول العربية تنجم تقوم بالبيع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأموال متاعك مش تقبضها كاش. يعني إذا كان الشخص أرسل لك من خلال خدمة من خدمات الدفع المحلية في الدولة اللي أنت موجود فيها، وإلا مش تقوم باستخلاص الأموال متاعك مباشرة يدا بيد كاش. هذاك علاش ديما كل حد ينجم يختار الطريقة اللي هو ينجم يخدم بها، او الطريقه اللي تكون الانسب بالنسبه لي انه يستعملها، وان الطريقه هذه تساعده. الطريقه الثالثه كما قلنا معناها هي انك تقوم بشراء المنتوجات هذه من موقع علي اكسبريس او علي بابا او غيره من المواقع، لانه اصبحت فما العديد من المواقع الصينيه. تقوم بوضع المنتوجات هذه عندك في المنزل. هذه بالطبيعة خصوصا للدول العربيه كما قلنا نظرا لصعوبه الاجراءات فيها. تقوم بوضع المنتوجات عندك في المنزل، وقت اللي يقوم شخص ب شراء منتج فانك تقوم مباشره بارسال المنتج ليه، وتقوم باخذ الاموال متاعك، وبعد ما تجمع مبلغ تعاود تجيب بضاعه مره اخرى الى اخره، وتكون هكاك ان شاء الله موفق في العمل متاعك. هذه ثلاثه طرق الاساسيه لعمل الدروب شيبينغ او للعمل في الدروب شيبينغ، خصوصا
حاولت اني نقرب اكثر للدول العربية، اعطيتكم شنو هو الدروب شيبينج عموما بكل بساطة وبكل سهولة ومن غير تعقيدات. حاولت زادة كيف نعطيكم طرق العمل عموما من غير تعقيدات كبيرة. اذا كان تحبوا فيديوهات اخرى في الموضوع هذا ونزيدوا ندخلوا فيها في اكثر تفاصيل، وان شاء الله عندنا في المستقبل فيديوهات من نوع هذا، ما تنسوش تكتبونا في التعليقات كيف اذا كان عندكم اي استفسار او اي سؤال، ما تنسوش تكتبونا في التعليقات. ان شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس مش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم اشعار. وللفيديو القادم ان شاء الله مبقالي باش نقولكم كان الى اللقاء.